أهلا بكم من جديد. شهدت العاصمة الإيطالية روما اهتماما كبيرا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتبارها زيارة استراتيجية ومهمة، وتفتح الباب أمام شراكة اقتصادية بحرينية إيطالية خلال السنوات المقبلة. التقرير التالي يستعرض أبرز نتائج هذه الزيارة. أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه رغم التحديات في الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، حققت الشركة نتائج قوية بصافي دخل بلغ 48 مليون دولار أمريكي للفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 17% مقارنة ب 58 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة المذكورة من عام 2018. أصدر مصرف البحرين المركزي مستندا يحتوي على مقارنة بين المزايا التي تتضمنها الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات التأمين الشامل والوثائق المعمول بها قبل إصدار الوثيقة الموحدة. التقرير التالي يستعرض بعض التفاصيل. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 51% مغلقا التداولات عند مستوى 1654 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,160,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 758,000 دينار تم تنفيذها من خلال 37 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8094 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.54%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5080 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.29%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2771 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.16% لتكون الرابح الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض، وبحسب وكالة الأنباء السعودية ستشارك في نسخة هذا العام من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة، ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. ذكرت وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن حكومة العراق وإقليم كردستان توصلا إلى اتفاق بشأن مساهمة أربيل في الميزانية الاتحادية لعام 2020. ونقلت الوكالة عن جويتار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قوله إن الاتفاق يتضمن تحويل إيرادات 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في الإقليم إلى الميزانية الوطنية للعراق، وفي الوقت الحالي تبلغ صادرات إقليم كردستان العراق ما يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يوميا تقريبا. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أرباح وولت ديزني تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع المالي الأول من العام الجاري. سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً فاق التوقعات خلال شهر يناير الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.15% على أساس سنوي. وكشفت أرقام رسمية أعلنتها هيئة الإحصاء التركية استمرار اتجاه الصعود في معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي. ومن جانب آخر توقع محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال تراجع معدل التضخم في البلاد مع نهاية العام الحالي 2020، وذلك إلى حدود 28%. تنظر الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاق لمنظمة التجارة العالمية تبلغ قيمته تريليون و700 مليار دولار يتعلق بالعقود الحكومية، كما وأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوزعون مسودة أمر تنفيذي لإطلاق عملية خروج من اتفاقية المشتريات الحكومية المبرمة في إطار منظمة التجارة ما لم يجري تغيير الاتفاق في ضوء وجهة النظر الأمريكية. تعتزم بريطانيا حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل والسيارات الهجينة اعتبارا من عام 2035، أي قبل 5 أعوام من الموعد المحدد لذلك، وذلك في محاولة للحد من تلوث الهواء في خطوة قد تكتب كلمة النهاية للاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي الذي تجاوز قرنا من الزمان. كما ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى استخدام هذا الإعلان للارتقاء بمنزلة بريطانيا في قضايا البيئة بعد أن أقال رئيس مؤتمر غلاسكو الدولي لتغيير المناخ المقرر في نوفمبر. تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحليفتها روسيا الشهر المقبل إمكانية خفض الإنتاج النفطي خلال اجتماع مرتقب في فيينا على خلفية فيروس كورونا الذي ظهر في الصين بحسب ما قالت وزارة النفط العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد
إنه حسب احتياجات السوق وتداعيات فيروس كورونا عليها، من المتوقع أن يحتاج الإنتاج النفطي إلى خفض إضافي. من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موعد الاجتماع قابل للتغيير إذا تطلب الأمر ذلك. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تمكنت أرباح وإيرادات شركة وولت ديزني من تجاوز تقديرات المحللين خلال الربع المالي الأول من عام 2020، وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة أنها حققت صافي ربح بقيمة 2,130,000,000 دولار، ما يعادل دولاراً و17 سنتاً للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 2,700,000,000 دولار، ما يعادل دولاراً و86 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من عام 2019.